السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على توبيك مهم جدا، هو الألترا ساوند ويف. هنتكلم عن البراكتيكال بارت بتاعها. معاكم مصطفى علوان، أهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية، يعني إيه ساوند ويفز؟ كلنا عارفين الساوند ويفز هي الويفز اللي من خلالها بيتنقل الساوند من سورس لريسبتور. بيبقى فيه ريسبتور بيستقبل من السورس، وهي عبارة عن نوع من أنواع الويفز المخصصة اللي بيبقى اسمها ساوند ويفز. احنا عندنا الويفز ممكن تبقى الكترومغنيتيك ويفز زي اللي خدناها الشورت ويف والحاجات اللي خدناها قبل كده وتكلمنا عنها، وفي حاجات تانية خالص اسمها ساوند ويفز اللي هو منهم الالترا ساوند، وفي حاجات تانية ان شاء الله هناخدها فيما بعد اللي هي الالكترو ويفز او الالكتريكال كارنت عامة. فاحنا عندنا الالكتروثيرابي موداليتيز ممكن تتقسم لثلاث حاجات، الالكترومغنيتيك، وعندنا الساوند ويفز، وعندنا الالكتريكال ويفز. الساوند ويفز هي عباره عن ويفز بتتنقل عن طريق او بتتميز انها بتحتوي على جزء كومبريشن وجزء ريفراكشن. يعني معناه ان اول ما السورس يطلع الساوند ويفز يبدا يحصل كومبريشن، بارتيكلز تبدا تخبط في بارتيكلز، تبدا تخبط في بارتيكلز، ويتنقل يتنقل يتنقل الكلام، ويبقى عندي في جزء كومبريشن للبارتيكلز وجزء ريفراكشن للبارتيكلز. كومبريشن وريفراكشن لغايه ما يوصل للسورس، يحصل كومبريشن على الاير درام بتاعه الاير بتاعتنا او الطبله بتاعه الودن، وابدا اسمع الساوند بتاعي. فمعنى الكلام دوت ان لازم يبقى فيه بارتيكلز في النص عشان يتنقل الساوند، واللي هو احنا بنقوله بمصطلح تاني ان لازم يبقى فيه ميديم. عشان كده لو احنا في فاكيوم او اوضه معزوله من الصوت خالص من البارتيكلز مش هيتسمع فيها صوت. واكبر مثال على كده اللي هو السبيس او الفضاء، ما بيتسمعش فيه الصوت عشان ما فيش بارتيكلز يحصل فيها كومبريشن وريفراكشن. الهيومن اير بتاعتنا بتسمع من 20 هيرتز ل 15 او 20 كيلو هيرتز، يعني 15 ل 20 الف هيرتز، وده يعتبر بسيط بالنسبه للي احنا بنستخدمه. اللي احنا بنستخدمه كتريتمنت بنستخدم 1 ميجا هيرتز او 3 ميجا هيرتز اللي هم يعتبروا 1 مليون هيرتز، فكم كبير جدا. الالترا ساوند ممكن تستخدم كاسسمنت ميثود وكثيرابيوتيك او تريتمنت ميثود. الاسسمنت ميثود بيستخدموها دكاتره النساء والقلب والبطنه عشان يشوفوا مثلا البيبي، او عشان يشوفوا الهارت، او عشان يشوفوا اورجان معين يشوفوا فيه انفلاميشن ولا لا. فبيبقى الجهاز بالشكل ده، واعتقد اغلبنا شافه. والثيرابيوتيك بيبقى الجهاز بالشكل دوت، هو عباره عن جهاز متوصل بالكتريستي عادي، بيتوصل بالكهرباء، وبيبقى طالع منه سلك، والسلك دوت متوصل بهيد او ترانسديوسر اللي هي بتعمل الالترا ساوند. يعني الكتريكال كارنت بيدخل ويتحول جوه الجهاز عن طريق الفايبريشن في الهيد والكريستال بتاع الهيد بتاعت الجهاز، ويبدا يطلع الالترا ساوند ويفز. التكنيكس بتاعت الابليكيشن بتاعت الالترا ساوند ويفز هم اربعه. في البدايه هنتكلم عن الدايركت كونتاكت ابليكيشن اللي هو اغلبنا بيعمله في العيادات، وده 90% من العيادات شغاله بالطريقه دي، ان احنا السكن او السيجمنت اللي فيه مشكله هو ده، فبنيجي نحط كوندكشن جيل او بنحط جيل وظيفته انه يعمل كوندكشن بس. احنا اتكلمنا قبل شويه قلنا ان الساوند ويفز عشان تتنقل افضل لو كان في بارتيكلز او ميديوم، فافضل حاجه تنقلها لو كان في جيل او سبستانس موجوده، فهتتنقل الالترا ساوند ويفز بسهوله وتدخل اكبر كم يدخل للسكن. لو جه حد من حضراتكم عمل الطريقه دي من غير ما يحط كم كافي من الجيل، فساعتها مش هيدخل كم كبير من الالترا ساوند، فالعيان مش هيستفيد، او هيحصل ريفليكشن الالترا ساوند وترجع تاني للهيد، وساعتها الهيد ممكن يحصل فيها مشكله. لما بحط الجيل والالترا ساوند ببدا يبقى فيه continuous movement في شكل circular، شكل دائري، بتبقى هادية الموفمنت، ما تبقاش سريعة قوي وما تبقاش بطيئة قوي، تمام؟ تبقى يعني في النص، وتبقى يا إما circular يا إما longitudinal stroking بالشكل ده. أهم حاجة إن أنا لو هعمل circular يبقى أفضل طول السيشن بعمل circular، لو بعمل longitudinal يبقى أفضل بعمل longitudinal، ما ينفعش أعمل شوية circular وشوية longitudinal، تمام؟
تاني حاجة عندنا هي الووتر اميرشن ابليكيشن، ومن اسمها هي عبارة عن اني بجيب ديستل ووتر او مية منقاة وبحطها وبحط السيجمنت اللي انا عايزه. طبعا مش هينفع لاي سيجمنت، لازم يبقى السيجمنت بيرفرال، وبالاضافة ان السيجمنت بيبقى ريجولار شيب، يعني انا مش عارف اعمل الطريقة بتاعتي الاولى اللي هي الدايركت كونتاكت، فساعتها بستخدم الووتر عشان هو اللي يبقى ميديوم وينقل الالترا ساوند ويفز. اهم جزئية ان مفيش دايركت كونتاكت ما بين الالترا ساوند هيد وما بين السيجمنت، دايما بيبقى فيه سبيس زي ما احنا شايفين بالشكل ده، تمام؟ بس بحاول اقربها as much as possible. تالت طريقة عندنا هي الووتر باج ابليكيشن، وهي عبارة عن اني بجيب باج، والباج دي بيبقى فيها ووتر، وباجي احط جل على السيرفيس بتاعها وجل على السكن، ودي برضو بستخدمها لو كان irregular surface، فبحط جل وجل واعمل direct contact firm contact للهيد من السيرفيس ده، واكيد بيبقى فيه contact ما بين السكن وما بين الباج، لكن لازم يبقى في كوندكشن جيل هنا، يعني كوندكشن جيل كوندكشن جيل الهيد والباج والسكن، وده في الريجولار سيرفيس. برضو اخر حاجه عندنا لو كان عندنا ووند، يعني ده السكن بتاعنا تيشو اهو، والسكن في ووند في الاريا دي، فلو في ووند في الاريا دي ساعتها بجيب ماتيريال او بجيب شيت. الشيت دوت بيبقى بولي اكريلاميد شيت، بيتحط ويتعمل ابلكيشن الترا ساوند من خلاله بحيث ان الترا ساوند تدخل وتساعد في الووند هيلينج. فيبقى دول الاربعه تكنيكس. اكتر تكنيك بنستخدمه هو الدايركت كونتاكت تكنيك. السيت اب والابلكيشن بتاعتنا، اول حاجه البريبريشن بتاع البيشنت، بنبدا زي ما احنا تعودنا قبل ما نعمل اي ثيرابيوتيك انترفينشن نبص على الكونتر انديكيشن، لو في كونتر انديكيشن ما ينفعش نعملها. بعد كده نبدا السيجمنت اللي احنا هنعالجه، نبص على السيجمنت ونشوف اذا كان هو كلير ولا لا، هل في اويل، هل في كريمز، هل في ديرت او جيرم، اي حاجه من الحاجات ديت نبدا ايه ننظفها. بعد كده نكسبلين للعيان ان هو المفروض الالترا ساوند في سنسيشن معين هيحس بيه. حاجه من اتنين، لو كان الالترا ساوند شغاله كونتينوس، وهنعرف تفصيلا يعني ايه continuous، معناه ان هيبقى فيه heat sensation، العيان ممكن يحس بheat sensation. اما لو كانت pulsed فالعيان المفروض ان هو ما يحسش باي حاجة خالص. رابع حاجة، لو كان فيه heat او كنا هنعمل continuous application فساعتها لازم نعمل test للsensation بتاع العيان، لان بعض العيانين زي عيانين السكر اللي بيبقوا الكرونيك او بيبقوا neglected للتريتمنت بتاعهم، ما بياخدوش علاجهم بانتظام، بيبقى عندهم مشاكل في السنسيشن، فممكن ما يحسش بالسخونة فيحصل له مشكلة من الجهاز، فلازم اعمل sensation test. واخر حاجة بعد ما بخلص بقول للعيان ان لو انا وشغال وحصل اي مشكلة عرفني على طول، ما ينفعش ان انت تسكت وتقول ان هو ايه حاجة من حاجات العلاج. السيت اب بتاعي والابليكيشن في الانيشيشن بتاع التريتمنت، لو انا هبدا التريتمنت بتاعي، اول حاجه هي البوزيشن بتاع البيشنت. البوزيشن بتاع البيشنت بحاول قدر المستطاع ان اجيب اكبر كم من البينيفيت وانا بعالج العيان، يعني لو انا هعمل الالترا ساوند عشان في تيشو شورت، فحاول اخلي العيان يحط مثلا على سبيل المثال لو الفور ارم بتاعه في مشكله شورتنينج في الفليكسور مثلا، اخلي العيان يعمل اكستنشن على قد ما يقدر ويبقى نايم سوباين او قاعد سيتنج وايده جنبه ريستد على حاجه، وابدا اعمل الابلكيشن بتاعي بحيث ان هو يكون بيتعمل ستريتشنج وفي نفس الوقت بعمل الالترا ساوند بتاعتي، تمام؟ اهم حاجه ان العيان لازم يبقى كومفورتبل بوزيشن، يعني احنا هنا مثلا على سبيل المثال بنعمل على النين، اهم حاجه يبقى في حاجه تحت النية عشان تبقى فليكسد شويه وتبقى الالترا ساوند بتاعتي بتتعمل، لاني هقعد مثلا اعمل الالترا ساوند 5 دقائق او 10 دقائق على السيجمنت، فيبقى العيان مرتاح ما يبقاش قاعد هو متألم، تمام؟ تاني حاجه عندنا اني احط sufficient amount من الجل، ما ينفعش احط جل كتير وما ينفعش احط جل قليل، لو جل قليل الالترا ساوند مش هتدخل كويس وممكن يحصل ريفليكشن والهيد تخرب، تمام؟ والهيد هي اغلى حاجه في الجهاز، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو الجل كتير ملهوش لازمه، مش هيعمل حاجه بس ملهوش لازمه، تمام؟ تالت حاجه عندنا ان احنا نعمل تيرنينج اون للجهاز، نشغل الجهاز.
رابع حاجة إن إحنا نعمل سيت اب للبارامتر. البارامتر بتاعت الجهاز، أي جهاز هنستخدمه دايما بيبقى فيه بارامتر فريكوانسي مود انتنسيتي والتايم أو الديوريشن بتاعت التريتمنت. هنا في الألترا ساوند بيزيد عليهم الهيد سايز، يعني السايز بتاعت الهيد اللي أنا هختارها بتبقى دايما أكوردنج للإنجري بارت أو الليجن بتاعي، وهنشوف ده بعد شوية بالتفصيل إن شاء الله. آخر حاجة نبدأ التريتمنت بتاعنا، وزي ما قلنا نعمل سيركولار موفمنت أو لونج ستروكينج موفمنت. أهم حاجة أفضل إيه؟ ثابت، يعني لو بحرك في اتجاه معين أفضل ثابت فيه طول السيشن بتاعتي. آخر حاجة بفصل الجهاز وأشيل الجل من على الهيد أو الترانسديوسر، وأشيل الجل من على السيجمنت اللي كنت بعالجه بتاع البيشنت. الالترا ساوند هيد بيتقاس الهيد بالشكل ده، ان انا بجيب الهيد واقيس الديامتر بتاعها، بيطلع مثلا في حاجات 3.5 سنتي، في حاجات 5 سنتي، في حاجات 2 سنتي، على حسب الاريا اللي انا هعالجها. يعني على سبيل المثال لو في عيان عنده مشكله في الاريا دي كلها، فهختار مثلا هل هختار الهيد الكبير ولا الهيد الصغير؟ اكيد الهيد الكبير. طيب هي الاريا اكبر من الهيد الكبير ب3 مرات، يبقى هتاخد 1 2 3. فكل ما الهيد كانت كبيرة يبقى أنا هحتاج أغطي الإيريا دي كلها بسهولة شوية، لكن لو كانت صغيرة هحتاج إن أعدي كتير جدا على كل الإيريا دي، فساعتها وقت الجلسة هيبقى زيادة جدا لو كانت الهيد صغيرة. لو كانت الهيد كبيرة وقت الجلسة هيقل نسبيا. الفريكوانسي بتاعتنا ممكن تبقى 1 ميجا هيرتز أو 3 ميجا هيرتز. لو 1 ميجا هيرتز هتوصل ديب، لو 3 ميجا هيرتز هتبقى سوبرفيشيال. فلو عندي عيان بيشتكي من مشكلة مثلا في السكن أو الفات، يبقى أنا ساعتها هعمل له حاجة 3 ميجا هيرتز، لكن لو عيان بيشتكي من مشكلة في الديب ماسل أو في البون يبقى هعمل له 1 ميجا هيرتز. الانتنسيتي بتاعتنا، الانتنسيتي اللي هي كم الانرجي بتاعت الويفز نفسها على حسب الحالة. لو كانت الحالة أكيوت أو سب أكيوت أو كرونيك، لو كانت أكيوت فأنا محتاج أن أدخل للعيان 0.1 to 0.3، لو سب أكيوت 0.2 to 0.5، لو كرونيك 0.3 to 0.8. تمام. طيب من خلال الفريكوانسي والانتنسيتي بيجي عندنا قاعدة ثابتة لازم نعرفها بالألترا ساوند أو خاصة بالألترا ساوند، هي الهاف فاليو ديبث. هاف فاليو ديبث معناه إيه؟ معناه إنه لو إحنا بنستخدم 1 ميجا هيرتز، إحنا اتفقنا إن 1 ميجا هيرتز هنستخدمها للديب تيشو. ديب تيشو اللي هم كام سنتي؟ 3 أو 4 أو 5 أو 6 سنتي من السكن. طيب والسوبرفيشال تيشو هنستخدم معاهم ايه؟ الثري ميجا هيرتز اللي هي نص او 1 أو 2 أو 2.5 سنتيمتر تحت ايه؟ تحت السكن. فالقاعدة بتقول ان احنا لو هنعمل 1 ميجا هيرتز وهنعمل مثلا على سبيل المثال لو هنعمل 1 وات بير ايه؟ سنتيمتر سكوير، تمام، وعايزين نعمله بواحد ميجا هيرتز، فاحنا محتاجين ان احنا نزود الواحد ده نخليه 2. تمام. لو احنا هنعدي الاربعة سنتي، يعني لو بصينا على 1 وات بير سنتيمتر سكوير بقت 2 لما احنا عدينا الاربعة سنتي. ليه بقت 2؟ ليه احتاجنا ان احنا نظبط؟ احنا عايزين ندخل العيان 1، معناه كده ان العيان حالته ايه؟ فوق الكرونيك او كرونيك خلاص، فاحنا عايزين ندخله مثلا 1. لو عايزين ندخل 1، احنا اول ما بنعمل ابلكيشن على السكن في جزء من الانرجي بيمتص بالسكن، وفي جزء تاني بيمتص بالفات، وفي جزء بيمتص بالبون بالمسل لغايه ما يوصل للبون. فمعنى كده لو احنا عايزين نعمل للبون مثلا اللي هي على بعد مثلا 6 سنتيمتر من السكن مثلا في بعض الاماكن، يبقى احنا ساعتها اول ما نيجي نعمل ابلكيشن بتاعنا واحنا عايزين ندخل 1 وات بير سنتيمتر سكوير، يبقى لازم ندخل 2.5 وات بير سنتيمتر سكوير عن طريق السكن. الاتنين ونص دول يوم ما يوصلوا للبون هيبقوا كام؟ هيبقوا 1. يبقى القاعدة الثابتة بتاعتنا ان احنا من الاخر امتى هنضاعف الكم بتاع الوات بير متر سكوير؟ هنضاعفه في الواحد ميجا هيرتز لو كانت الاريا بعد 4 سنتي، وفي الثلاثة لو كانت فوق 2.5. طيب عايزين نبص مثلا على سبيل المثال لو في حالة سب اكيوت والحالة دي احنا عايزين نعمل لها 0.2، تمام. لو الديبث بتاعها مثلا خلينا نشوف 0.2 اهو، تمام. لو الديبث بتاعها نص فكنا هنعمل نفس المقدار بس هنزوده شويه 0.24. طيب لو كان 1 0.28، لو كان
2.36. كده قربنا almost ان احنا هنضعفها امتى؟ عند 2.5 سنتي، ولما كنا بنستخدم 3 هيرتز، وهي القاعدة بتاعتنا بتقول لو 3 هيرتز نضعفهم لو بعد 2.5 سنتي، ولو احنا بنستخدم 1 ميجا هيرتز لو عدينا الأربعة، فاحنا عند الأربعة كان كام؟ 0.4، واحنا كنا عايزين ندخل أصلا من الأساس 0.2. فمعنى كده ان انت لو عايز تدخل 0.2 لازم تراعي حضرتك ان في جزء هيفقد في السكن وجزء في الفات وجزء في البون، فكل ما كنت عايز تدخل ديب كل ما لازم تزود اللي انت هتدخله في الاساس عشان اللي يدخل لك النت ريزلت يبقى قليل. تمام. المود بتاع الالترا ساوند ويف ممكن تبقى بالسد او كونتينوس. كونتينوس معناه ان الالترا ساوند ويف قاعده شغاله، قاعده تدخل ما فيش اي بوز او اي اوف، هي شغاله على طول. والبالسد معناه انها بتشتغل شويه وبتقف شويه، ما فيش شغل، تشتغل وتقف. تمام. الكونتينوس دايما بستخدمه في الحالات الكرونيك، البالسد بستخدمه في الحالات الايه الاكيوت. طيب البالسد في طريقتين عشان تحدده، او الاجهزه بتتقسم لنوعين. في نوع من الاجهزه بيقول ان هو بالسد 1:1، معناه انه هيشتغل ثانيه وهيقف ثانيه، يعني تايم اون للتايم اوف. في 1:2 هيشتغل ثانيه ويقف ثانيتين. في 1:3 هيشتغل ثانيه ويقف 3 ثواني، وهكذا. اكبر جهاز شفته كان 1:9، كان بيشتغل دقيقة ويفصل، أو يشتغل مثلا ثانية ويفصل 9. طبعا دقيقة كبيرة جدا في عالم الإلكترو، فاحنا هنا بنتكلم بالثانية أو المايكرو سكند أو الميلي سكند أيا كان، هيشتغل 1 ويفصل كام؟ 9. فمعنى كده إن ده في السيفير أكيوت كيسز، يعني يا دوب الحالة أكيوت، وكل ما الحالة بقت كرونيك كل ما البلس ريشيو قل. الطريقة دي بنسميها بالس ريشيو. الطريقه الثانيه بيبقى اسمها ديوتي سايكل ميثود. والديوتي سايكل ميثود بعض الاجهزه برضه بتستخدمها. هي عباره عن ايه؟ ان انا بحسب التايم اون على التايم اون زائد التايم اوف واضربهم في 100 ويديني في الاخر برسنتج. هي دي اللي بيبقى الجهاز شغال بديوتي سايكل كذا. يعني على سبيل المثال لو انا قلت هستخدم بالسد ببالس ريشيو 1:4 او 1:4، تمام؟ فمعنى كده ان انا هشتغل التايم اون 1 والمقام هيبقى فيه التايم اون زائد التايم اوف، هيبقى 1 + 4 = 5، وهنا في 1 × 5 = 100 هيديني 20%. فساعتها هيبقى الديوتي سايكل بتاعتي 20% اللي هي بتمثل البالس ريشيو لواحد لاربعة. تمام. طبعا ده رسم مبين لو كانت الحالة أكيوت يبقى أنا هاخد بالسد، لو كان كرونيك هبقى كونتينيوس. ومبين الديوت سايكل البالس ريشيو والديوت سايكل النسبة ما بينهم، 1:4 هتبقى 20، 1:3 25، وهكذا. طبعا في الكونتينيوس الديوت سايكل بتبقى كام؟ 100%، لأن التايم اون 1 والتايم اون 1 والتايم اوف 0، فواحد زائد واحد في 100. تمام. 1 + 1 = 100 هيبقى في الاخر بيديني كام؟ 100%. فهيبقى الديوت سايكل بتاعتي 100%. الديوريشن بتاعه التريتمنت هي دي اهم جزئيه عندنا، وهي ان احنا ازاي بنحدد الديوريشن. الديوريشن بيتحدد بثلاث عوامل اساسيه. الحاجه الاولى السايز بتاع التريتمنت اريا، يعني الحاجه اللي انا هعالجها التريتمنت بتاعها قد ايه. يعني على سبيل المثال الحته لو انا هعالج مثلا عيان الاريا بتاعته هي الاريا دي، يبقى انا هستخدم الهيد الكبيره هتعدي 3 مرات، يبقى انا عرفت ان السايز 3 كده. تمام. ممكن عيان يبقى عنده سايز 2، ممكن عيان يبقى سايز 1. كل ما قلت السايز كل ما التريتمنت تايم قل. تاني حاجه عندنا المود بتاع الالترا ساوند. لو انا هستخدم بالسد البالس ريشيو قد ايه، وهنا بعمل حاجه في البالس ريشيو. يعني لو كان البالس ريشيو 1:1 بجمع الواحد زائد الواحد، لو كان 1:2 بجمع الواحد زائد الاثنين يبقى 3، لو 1 و3 بجمع الواحد زائد 3 يبقى 4. تمام. اخر حاجه عندنا الاماونت بتاعت الالترا ساوند. احنا عشان نعمل تريتمنت لعيان بالالترا ساوند احنا عايزين ندخل له الترا ساوند لمده دقيقه في الاريا، يعني الاريا يدخلها دقيقه اتليست، كده انت عالجت العيان كويس. في كتب قالت دقيقه ونص وكتب قالت دقيقتين، احنا ماشيين على الكونسبت اللي هو دقيقه واحده. تمام. طيب لو عايز احسب التريتمنت بضرب الثلاث حاجات دول في بعض، فبضرب دقيقه اللي انا عايز ادخلها الالترا سونيك دقيقه، والسايز بتاع الاريا بالنسبه للهيد 3 مرات 2 مرة. تمام. على حسب، ممكن يكون 5 مرات على حسب الاريا اللي فيها انجري بالنسبه للهيد اللي انت هتستخدمها. فلو كان مثلا 4 مرات هتكتب 4. البالس ريشيو بتجمع البالس ريشيو اللي انت عايز تستخدمه 1 + 4 مثلا او 1 + 3، ويبقى عندك
البالس ريشيو بتاعك، بتضرب التلاتة ببعض بيطلع لك في الآخر الوقت. هنشوف الكلام ده في الإكزامبلز اللي جاية. أول إكزامبل عندنا عيان جالك هو أكيوت بيشنت، والمشكلة في الميديال ليجامنت بتاع الإلبو، أو الميديال كولاترال ليجامنت بتاع الإلبو. الميديال كولاترال ليجامنت بتاع الإلبو مكانه ميديالي ناحية الأنا ما بين الهيومرس والأنا بالشكل دوت، تمام، ليه 3 باندز، ما علينا في التفاصيل قوي. المهم إن هو سوبرفيشيال مش ديب قوي، فأنا عرفت من إن هو ميديال لونجيتودينال، عرفت إن هو سوبرفيشيال مش ديب، وعرفت إن هو أكيوت. طيب ايه اللي ناقص؟ اعتقد ان الموضوع بسيط جدا دلوقتي ان احنا نعرف كل حاجة، وعرفت السايز بتاعه كمان ان هو الميديال مش كبير قوي. فلو جينا بصينا، هنبص احنا وبنحل اي اكزامبل عشان نحسب الديوريشن بتاعنا، هشوف الفريكوانسي بتاعتي انا ده ديب ولا مش ديب. لا سوبرفيشال، يبقى هستخدم 3 ميجا هيرتز. لو كان ديب كنت هتستخدم 1. الانتنسيتي بتاعتي هو اكيوت ولا كرونيك؟ أكيوت، فممكن أستخدم من بوينت من 0.1 ل 0.3، أنا أستخدم 0.2، تمام. هو سوبرفيشيال، فممكن أزود شوية عشان الهاب ديف، يعني ممكن دي ممكن أخليها 0.3 وأنا عايز أدخل 0.2، تمام، أو 0.2 ديت ممكن تدخل 0.15 مثلا، تمام. بعد كده البالس ريشيو بتاعتي، الحالة أكيوت لسه، فأستخدم بالس ريشيو عالية فهتبقى 1:4. التريتمنت اريا هي هستخدم اللارج سايز بتاعه الالكترود، طبعا مش هينفع استخدم بتاع الترانسديوسر، مش هستخدم السمول، هستخدم اللارج، تمام. واللارج سايز هي قد نفس السايز بتاع الميديال كولاتر، يعني انا لو جبت الهيد سايز هتبقى نفس الاريا، فهبدا اعمل المومنت بتاعتي بالشكل دوت او بالشكل ده او بالشكل ده. اهم حاجه ان انا طول ما انا شغال بشكل واحد. طيب لو عايز احسب الديوريشن هعمل ايه؟ انا عايز ادخل دقيقه واحده الترا ساوند كافيه في النمبر اوف تايم تريتمنت اريا بتلف، فهي بتلف على قد السايز بالظبط، فهيبقى 1. والبالس ريشيو عندنا قد ايه؟ 1 زائد 4 5، يبقى 1 في 1 في 5، يبقى العيان ده عامل له كام دقيقه؟ 5 دقائق الترا ساوند كافيه جدا، والعيان ده هيبقى 100 100، تمام. تاني حاجه عندنا، طيب العيان ده لو كان كرونيك او بقى قل انه ما بقاش اكيوت، بقى صاب اكيوت او كرونيك، يبقى الواحد لاربعة دي هتقل، هتبقى 1:3 1:2، وبناء عليه البالس ريشيو هيقل، وبناء عليه التايم هيقل. يبقى التايم بيعتمد على 3 حاجات، على السايز بتاع الاريا، وبيعتمد على البالس ريشيو، وكده كده في عندنا ثابت ان احنا عايزين ندخل دقيقة واحدة الترا ساوند، مش عايزين اكتر من كده. فيبقى كده المعادلة بتاعتنا بتاعت الديوريشن بسيطة جدا. الاكزامبل الثاني هو ان احنا لو عندنا الترا ساوند عايزين نعمل الترا ساوند تريتمنت على كونيك ليجن للانتيريو كبسول اريا اوف شولدر جوينت او جلينو هيومر جوينت. معناها الاريا دي اول حاجه، اول ما قالها قال انها كونيك، تاني حاجه انها ديب من الانتيريو كبسول، طبعا الكبسول بتاع الجوينت بيبقى تحت المسل وبين البون، فيبقى انها ديب، فانا عرفت انها ديب بالاضافه انها كرونيك، فكده اعتقد الموضوع بقى بسيط جدا. هي ان انا باجي ابص هستخدم 1 ميجا هرتز طبعا عشان ديب مش 3، تمام. الانتنسيتي بتاعتي عشان كرونيك احنا ممكن نستخدم من 0.5 ل 0.8، تمام. فانا هستخدم مثلا 0.5، انا عارف ان الشولدر جوينت الشولدر كابسول ممكن يبقى 3 سنتي او 4 سنتي اكوردنجلي، لان انا استخدمت او بوينت، كل ما الديبث زاد يبقى انا لازم ازود الانتنس عشان اللي هيفقد في السكن والفات والماسل، تمام. بعد كده البالس ريشيو بتاعتي احنا عرفنا ان هو كرونيك، فواحد لواحد، تمام. الاريا بتاعتي لارج، والشولدر كابسول توايس سايز بتاع الهيد، يعني الهيد بتاعتي هحتاج ان اعديها مرتين على الاريا عشان اغطي الاريا اللي فيها ايه ليجن او فيها مشكله. فيبقى كده لو هاجي احسب التايم بتاعي، الدقيقه بتاعت الالترا ساوند اللي انا عايزها اللي هي ثابته، والنمبر اوف تايم هو بيعدي مرتين عشان يغطي الاريا نفسها، فيبقى 2. والبالس ريشيو 1 لواحد 1 زائد 1 2، فيبقى 1 في 2 في 2، يبقى 4 دقائق. يبقى العيان ده عملنا له 4 دقائق، والعيان ده عملنا له 5 دقائق. ممكن يجيني عيان اعمل له دقيقة واحدة وانا اكون فعلا اشتغلت مع العيان ده بما يرضي الله. امتى؟
لو كان العيان الايريا بتاعته صغيره جدا، يعني لو العيان دوت الايريا صغيره جدا تمام، وهستخدم له كونتينوس مش هستخدم بالسد اصلا تمام. فلو استخدمت كونتينوس يبقى هيبقى واحد في واحد في واحد، فيبقى ساعتها العيان ده يتعمل له دقيقه واحده بس، ويبقى كده عملنا له الالترا ساوند الخاص بيه. اخر حاجه اللي اتشارت ده جميل جدا وملخص لكل اللي احنا قلناه. اول حاجه هبص على الليجن اذا كانت سوبرفيشال او ديب. سوبرفيشال لو كانت اقل من 2.5 او 2 سنتي ساعتها هستخدم 3 ميجا هرتز، لو كان اكتر من 2.5 سنتي ساعتها هستخدم 1 ميجا هرتز. البالس ريشيو لو كان اكيوت هستخدم 1:4 او 1:3 اللي هي ديوتي سايكل من 20 ل 25%. سب اكيوت هستخدم بالسد من 1:2 او 1:1 اللي هي 33% او 50% ديوتي سايكل. لو كرونيك هستخدم بالسد من 1:1 او كونتينوس يبقى 50% ل 100% ديوتي سايكل. الانتنسيتي او الانرجي بتاعت الويفز اللي انا عايزها هشوف، لو كانت اكيوت يبقى من 0.1 تو 0.3، لو سب اكيوت من 0.2 تو 0.5، لو كرونيك من 0.3 تو 1 وات بير سنتيمتر سكوير. ولازم اراعي الهاف ديبث فاليو، وعشان اراعيها لازم ابص انا هستخدم 3 ولا 1 ميجا هرتز. لو كان بستخدم 3 ميجا هرتز يبقى لو انا هزود عن 2.5 سنتي هي مش هتوصل اكتر من 2.5 سنتي، بس المعنى ان انت هتعمل 2.5 سنتي لازم تضاعف كم الانتنس اللي انت مختارها. لو بستخدم 1 ميجا هرتز لو اكتر من 4 سنتي يبقى لازم اضاعف الكم بتاع الواتس، الواتس بير سنتيمتر سكوير اللي انا هستخدمها. اخر حاجه ابص على التريتمنت اريا بالنسبه للتريتمنت هيد سايز واقارنهم، هل هي 1 ولا 2 ولا 3 اضعاف الاريا زي ما قلنا في الرسمة بتاعتنا ديت، وبناء عليه بحدد التايم بتاعي اللي هو كانت القاعدة بتاعته ان احنا بنضرب الثلاث حاجات في بعض، السايز بتاع تريتمنت اريا في البالس ريشيو بنجمعهم على بعض عشان ما نتلخبطش في دقيقة واحدة الالترا ساوند. بكده اكون وصلت لنهاية التوبيك بتاعنا. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.